معنا حول الموضوع عبر الهاتف من القاهرة محمد حامد، باحث الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. مرحبا بك معنا سيد محمد. يبدو أن فترة التراشق بالاتهامات وفترة المخاوف الدولية من الحرب أو شن حرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بناء على تصريحات الطرفين والأعمال الاستفزازية من قبل كوريا الشمالية، يبدو أنها لم تعد اليوم تحت الضوء أو نوعا ما يعني مستبعدة، خاصة بعد أن بدأ موضوع فرض العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية ومحاصرتها سواء من الدول المجاورة أو من الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، بدأت يعني تثمر نوعا ما. كيف تنظر إلى هذه الاستراتيجية، وهل بالفعل ستكون رادعا لطموحات استفزازات خطر كوريا الشمالية النووي والصاروخي؟ طبعا أهلا بحضرتكم سادة المشاهدين، سؤال حضرتك مهم جدا وشامل وتكلم في نقاط كثيرة، ولكن أنا بشوف أو بتفق مع حضرتك أن فكرة الحرب تراجعت تماما أو أصبحت مستبعدة، وهي كانت مستبعدة من البداية لأن ضرب كوريا الشمالية تضر حلفاء واشنطن سيول وطوكيو. لا، وجدنا أن الخارجية الأمريكية وريك تيلرسون ركز على مقاطعة دولية لبيونج يانج عبر قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والعسكرية لعدد من الدول المهمة والحليفة أيضا لواشنطن. يعني لا يمكن أن يستقيم أن تكون دولة حليفة لواشنطن وتتحالف أو تبني علاقات مع خصمها الأول في العالم وهي كوريا الشمالية. فوجدنا مثلا الدولة المصرية قطعت علاقاتها، دولة الإمارات، السودان كما سمعنا، أكثر من دولة تتجه إلى قطع العلاقات. هدف هذا القطع هو صراحة وقف التدفقات المالية، وهي يعني الأموال الأجنبية والدولارات وما إلى ذلك، حتى لا تستخدم كوريا الشمالية هذه الأموال في تطوير البرنامج الصاروخي وحمل العداء لجيرانها. نجب أيضا أن نشير إلى أن الموقف الروسي والموقف الصيني كانوا عاملان محفزان في استراتيجية العقوبات التي أرسلتها واشنطن، لأنها كانت تعلم أن التصعيد الأمريكي ليس له يعني مردود ولن يكون له نتيجة، خاصة أن كما ذكرت الضربة لكوريا الشمالية ستهز جيرانها، وكانت زيارة ترامب تتويج لفكرة أن العقوبات أولا وخيار طيب. مقاطعة كوريا الشمالية هو أستاذ محمد، يعني دعني أقاطعك لو سمحت هنا وأسألك، إذا ما تحدثنا عن التفكير الكوري الشمالي اليوم، كيف ستكون ردة الفعل؟ وبالحديث عن المدة الزمنية أيضا، كما تفضلت وكما يرى كثير من المحللين أن هذه العقوبات ومع ازديادها بالتأكيد ستؤثر على كوريا الشمالية، ولكن ستؤثر على المدى القريب المتوسط أم البعيد؟ لا، أنا أعتقد أن هي تؤثر على يعني على المتوسط. كوريا الشمالية قد تقوم بمناورة سياسية وستتقرب أو ينتزع بحليفتها الصين، وتقول صراحة أريد إحياء المحادثات السداسية، لن أستطيع أن أستمر تحت وطأة هذه العقوبات، أريد تفكيك بعض البرامج. قد يكون هذا واردا، ولكن قد يكون الخيار الآخر مزيد من التصعيد. حضرتك ذكرت في بداية مقدمتك أن هناك 60 يوم من العقوبات أو من التصعيد الأمريكي لم يقبل بأي شيء مستفز من كوريا الشمالية، ده مؤشر أن كوريا الشمالية ستتجه إلى الاعتدال وتذهب إلى يعني إحياء المحادثات السداسية، الحديث مرة أخرى حول برنامجها النووي. لا ننسى أن كوريا الشمالية استفادت من المحادثات وجعلتها يعني استغلتها جيدا من أجل صحيح الوقت وتطوير برنامجها النووي. نعم، شكرا جزيلا محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة.